مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. الليله في حديث القاهره نجوم وحوارات. الكاتب الكبير عماد الدين اديب يتحدث الينا الازمات العربيه من لبنان والخليج الى السودان، من المستفيد؟ مناقشه مفتوحه، التحكيم المتهم دائما في الكره المصريه، لماذا؟ من الاحوال الشخصيه الى وعد ابليس نيلي كريم لحديث القاهره تتحدث عن مفاجاتها في العام الجديد. ولاول مره حوار خاص مع الموسيقار والمطرب المغربي الكبير نعمان الحلو الحلم. كل هذا واكثر في حلقه الليل. اهلا بكم في حديث القاهره. مساء الخير جميعا واهلا بحضراتكم معانا في حديث القاهره، حديث يوم الاحد 31 اكتوبر. النهارده عندنا موضوعات كتير، لكن كالعاده قبل كل شيء لازم امسي على زميلي العزيز جدا خير رمضان. مساء الورد يا خير. مساء الفل يا كريم. النهارده يوم عزيز علينا جميعا، يوم جايز ما بنفتكروش كتير. انا فاكره من قافله شعاع الخير، والدكتور عادل قاسم كان دايما بيلم شباب الجامعات ويروح يحتفل مع اهل سيناء بهذا اليوم. في هذا اليوم في منطقه الحسنه في وسط سيناء كان هناك اجتماع يحضره موشي ديان ومجموعه من اسرائيل، كنا تحت الاحتلال. اسرائيل جمعت زعماء القبائل واتفقت مع زعيم منهم اللي هو السيد الله يرحمه سالم الهرش انه يسألوه، وجايبين مراسلين اجانب وجايبين العالم كله، وان تدويل سيناء وان سيناء ما تبقاش تبع مصر. وكانت المفاجأة طبعا. تخيلوا بقى ان يتلعب لعبة صح قوي علشان يبقى قصف جبهة لإسرائيل، لان اسرائيل اللي لعبت على الداخل المصري وحبت انها تنتزع سيناء وتخليها دولة تانية وتقنع زعماء القبائل والعواقل اللي موجودين هناك ان هم يعملوا مؤتمر دولي ويدعوا فيه كل الصحفيين حول العالم، وواحد من اهم واشهر المخرجين العالميين الايطالي وقتها العالمي مارسيلونو علشان يكون هو المخرج لهذا الحدث، وتتجمع دول كلهم في انتظار ان يقول شيخ شيوخ سيناء ان احنا نطالب بان تصبح سيناء دولة مستقلة عن مصر. فرحة موشي ديان وهو قاعد وقتها، وبالفعل ادى الكلمة للشيخ العظيم اللي كان من قبلها هو من خلال احد المحاميين اللي كانوا متواصلين مع المخابرات المصرية قرروا ان هم يعملوا اللعبة اللطيفة دي عشان العالم كله يعرف ولاء سيناء والسيناوية وقبائلها لمصر والمصريين. خرج الشيخ اللي كان مخطط ليه اللي قال سيناء مصرية 100% وستبقى مصرية ولن نرضى عن مصر بديلة، وما أنتم إلا محتلون ونرفض التدويل. وقال إن أمر سيناء في يد مصر ومش ممكن نفرط في شبر واحد فيها، واللي يحب الحديث عنها يروح يتكلم مع الرئيس جمال عبد الناصر رئيسنا وزعيمنا في هذا التوقيت الله يرحمه. هذا الكلام العظيم كان بمثابة طعنة للاحتلال الإسرائيلي وكل الحضور. سيناء جزء من قلب مصر، قلبها النابض وأهليها بتاريخهم جزء حقيقي من هذا الشعب المصري. طبعا تعرضوا للتنكيل والحبس، حبسوا منهم حوالي 120. تم ترحيل ونفي الله يرحمه سالم الهرش إلى الأردن عاش فيها سنوات، ولما رجع استقبله الرئيس عبد الناصر وأهداه سيارة جيب وأهداه مسدس، ولكن سالم الهرش تبرع بهم للقوات المسلحة المصرية. الوطنية هي دي. كان أهل سيناء ده المصريين صح، كان أهل سيناء وما زال أهل سيناء هم الرادارات التي لم تستطيع إسرائيل التعامل معها، الرادارات البشرية اللي كانوا سبب من الأسباب الرئيسية في عبورنا وانتصارنا 73. قوة من قوى مصر التي لا يمكن إهمالها، أهل مصر اللي بيثبتوا في كل موقف أنهم مصريين بجد. لم نجد بداية أفضل من هذه البداية، لنذهب الآن إلى عناوين الأخبار، ماذا تم في مصر منذ الأمس وحتى اليوم، ثم نعود إلى بعض قصصنا الإخبارية. الرئيس السيسي يصل إلى مطار جلاسكو الدولي للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ.
رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش. مجلس النواب يوافق على قانوني تأمين المنشآت العامة وتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة. وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف الخبز والقرار بيد رئيس الجمهورية. الصحة: مصر نجحت في توفير كافة أنواع لقاحات كورونا بعد وصول شحنة موديرنا. إدراج عقار سبينرازا لعلاج ضمور العضلات ضمن الأدوية المدعمة غير المخصصة للبيع. التعليم: تدرب معلمي المدارس الخاصة على المنظومة الجديدة للصف الرابع الابتدائي بالمجان. مجلس الوزراء ينفي استيراد مصر شحنات فاسدة من الموز. وزير الدفاع يشهد البيان العملي مجد 16 الذي تنفذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية. الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى بلادهم. الملك سلمان يعرب عن تقديره لما قامت به الكويت والبحرين من إجراءات تضامناً مع السعودية. وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة. الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لإعادة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي. بريطانيا تنفي تصريحات فرنسا بشأن التوصل إلى حل لأزمة سفن الصيد بينهما. تأجيل دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك للرابع عشر من نوفمبر. أهلا بكم من جديد وبداية قصصنا الإخبارية. المنطقة العربية لها نعمة ونقمة. نعمة إن كلها ثروات، سواء كانت ثروات جغرافية، طبيعية، بشرية، ونقمة إنها دائما منطقة أزمات على صفيح ساخن. في محيطنا العربي حاليا الآن يعني الكثير من الأزمات والمشكلات، ما بين الأزمة اللبنانية وما يحدث ما بين لبنان والأشقاء العرب في دول الخليج العربي، وأعتقد إن على مدار الأيام اللي فاتت هو الحدث الأبرز والمستمر. عندنا عمق مصر الاستراتيجي، السودان وما يحدث بالنسبة للسودان وما يحدث فيها، سواء كانت مرت يعني بفترات هدوء وهدوء ما يسبق العاصفة والعاصفة المتأججة وغيرها، إيران وما تشكله علاقتها من وإلى الدول العربية، وما يحدث مع السعودية الآن، تطورات كثيرة جدا. لكن الأهم إن احنا محتاجين نقف عليها علشان نفهم ماذا يحدث في المنطقة العربية. احنا مقبلين على مزيد من الأزمات، ولا إن شاء الله الأزمات دي في طريقها للحل؟ الأوضاع دي قابلة لأنها تحل بصيغ سياسية عربية عربية، ولا محتاجين لتدخلات خارجية وهننده فرنسا وأمريكا وغيرها؟ منذ متى حلت عربية عربية؟ يعني أتمنى. عايزين نفتكر التاريخ، هل الجامعة العربية لها هذا الدور وهذا التأثير الملزم للدول العربية؟ فهم اللي بيحصل في المنطقة، التدخل الإيراني والتدخل التركي في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، هو كل ده مش وضع هذا العالم العربي اللي مش مكتب له الهدوء أبدا. وإحنا بقينا خلاص في جوال فئران قاعدين نقطع في بعض، بناكل في بعض. أنا من يوم ما وعيت وأنا لقي العالم العربي كده، إنه يتغير شوية. لو شفت إن إحنا عشنا إيه هتلاقيه عيش كله تفتت في العالم العربي. أوروبا تفتتت في وقت من الأوقات ودخلت في حروب، لكنها فاقت لمصالحها في الآخر. أمريكا استطاعت أنها تكون هذا الاتحاد من الولايات. إحنا قاعدين في نقطة لا تتغير، تجمعنا اللغة ويجمعنا الدين وتجمعنا الحدود والثقافة المشتركة والنسب والأصهار في الوطن العربي من وإلى. يعني هتلاقي المتزوجين من اليمن في السعودية، ومن السعودية في الكويت، ومن الكويت في العراق. يعني هي الدول متداخلة كان يجمعها أكثر بكثير جدا وما زال مما يجمع الدول الأوروبية التي توحدت تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، سواء كانت من خلال عملة أو من خلال يعني تجارة واقتصاد وغير. الأسئلة معانا عن الوطن العربي والملفات العربية لابد من الإجابة عليها من خلال عين وفكر مستبصر. ومش هنلاقي أفضل من الكاتب الصحفي الكبير أستاذنا الأستاذ عماد الدين أديب اللي معانا في حديث القاهرة. أهلا بحضرتك معانا يا أستاذ عماد.
مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الاستاذ خيري وعلى مشاهدين حضرتك. مساء الخير يا استاذ عماد. استاذ عماد يعني يفتقد البدر في مثل تلك الليالي المظلمه، فهل تنير لنا الطريق قليلا ام تراه مظلما؟ يعني كيف تقرا الازمه ما بين الدول الخليجيه ولبنان المنهار في هذه المرحله الزمنيه؟ شايف انها راحة فين وهتؤدي الى ايه؟ بص يا سيدي، اذا نظرنا للموضوع على انه خلاف تصريح لوزير اعلام لبناني مع دول الخليج، فهتشوف الحدث في حدوده الزمنية الوقتية، لكن هذا القرار هو تراكم لمجموعة سياسات، لو هم خمس حاجات لو تسمح لي اقولهم. طبعا. نمرة واحد، انه دول الخليج منها مثلا المملكة العربية السعودية من اتفاق الطائف 1991 حتى الآن دعمت لبنان باستثمارات مباشرة وودائع ومساعدات إنسانية ب 72، وبكرر لك 72 مليار دولار أمريكي من 91. افترضنا ان السياسة من 91 لو افترضنا ان السياسة في نهاية الامر تهدف في الاخر الى ان تكون لها مردود، فانت لما تستثمر في بلد 72 مليار تتوقع منه على اقل تقدير انه لا يهاجمك او لا يضر مصالحك او لا يتحالف مع اعدائك. تمام. اعتقد دي نقطة منطقية. طبعا. يعني بتمارسها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الاتحاد الاوروبي، بوركينا فاسو، اي دوله في العالم هتفكر كده. فدول الخليج اللي انا طول الوقت مسافر فيها وانا بكلمك وانا في السعوديه دلوقتي، تؤمن بانه مردود الاستثمار من الاشقاء لاشقائهم في لبنان في النهايه انت تمول مشروعا ايرانيا بامتياز راس الحربه فيه هي حزب الله. فكل ما هو يضر بمصالح الخليج تقوم لبنان بالعمل عليه. نمرة اثنين، انه فيما يختص بالخلاف الخليجي مع سوريا ونظام الحكم بتاع الرئيس بشار الاسد منذ احداث درعا 2012، في نهاية الامر ادى ذلك الى انشقاق كبير، وكانت لبنان اللي هو تكوين الحكومات فيها موالي للنظام الامن السوري ولايران يدافع عن نظام بشار الاسد، فهذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة في الإشكاليات، إنه كل وزراء خارجية لبنان داخل جامعة الدول العربية على خلاف البيان الوزاري الحكومي اللبناني المعلن في البرلمانات يتخذون موقفا مخالفا للحكومة لأنهم موالين لسوريا ولإيران ويهاجموا مجموع المصالح القومية لدول الخليج ورؤية العالم العربي في أمور كثيرة جدا. النقطة الرابعة، أنه ما فيش ولا حكومة في لبنان في خلال ال 15 سنة الأخيرة كانت حكومة متوافقة من الممكن أنها تتفق مع المصالح الإقليمية لدول الخليج. نيجي بقى للنقطة الخامسة وهي أخطر نقطة بالنسبة لدول الخليج. السعودية في حرب مع اليمن، واليمن لمن لا يعرف هي أكثر دولة ذات حدود برية ملاصقة للمملكة العربية السعودية، تجعل حدودها مكشوفة وفيها تهديد للأمن القومي السعودي. هذه الحرب مستمرة تعدت العام الخامس، يقوم فيها الفريق الحوثي اللي هو مصنف على أنه جماعات إرهابية في العالم بالاعتداء على حدود المملكة العربية السعودية، على مطاراتها، على مصافي أرامكو، على مطارات الإماراتية، على المطارات، على المدنيين، على السكان العزل. الحوثي تسليحه من إيران، تدريبه من خبراء إدارة معارك من حزب الله والحزب الشعبي العراقي. إذن حينما يأتي موقف من لبنان
يؤيد الحوثي يبقى في النهاية هو عمل عدائي. أنا بحاول أشرح لك وجهة النظر الخليجية. تمام. يبقى أنت في النهاية أنت تدعم أو تؤيد مشروعية ما يقوم به الحوثي. يبقى كيف تنتظر مني أن أدعمك أو أدعم حكومتك أو أدعم بلدك وأنت تدعم عدوي الذي يقتل مواطنية؟ ده فهم ممكن بقى حد يقبله ما يقبلوش، يصدقه ما يصدقوش. وده كان السبب وراء ردود الفعل، وده أستاذ عماد كان السبب وراء ردود الفعل القوية جدا والقاطعة والحازمة من دول الخليج العربي، طبعا بدءا من السعودية وما تليها. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال بسيط، هذه الأزمة الآن اتفضل الأزمة الآن سبق ذلك في الثلاث شهور الأخيرة ان اكتشفت المملكة العربية السعودية ان في شحنات عن عمد ترسل فيها بنتاجون وفيها مخدرات والحاجات اللي هي المواد المخدرة، واعترضت السعودية عليها وكشفتها واعتذرت عنها الحكومة. قبل كده شرب الوهبة وزير الخارجية اللبناني شتم دول الخليج واتهمهم بأنهم البدوان المتخلفين كذا كذا. فجاء الحكومة الأخيرة التي تشكلت هي حكومة تتبع النظام الأمني السوري وإيران بامتياز، وليست متوافقة خالص مع ما كانت تتوقعه دول الخليج. فيأتي وزير بعد أسبوع من هذه الحكومة وتطلع هذه التصريحات. طب صحيح أن التصريحات دي قيلت قبل أن يكون وزيرا، لكنه في مؤتمر الصحفي دافع عن وجهة نظره واتهم هذه الحرب أنها عبثية. طب لما بيجي نقول أنها عبثية، هنا بقى وجهة النظر اللي بنقلها لك من السعودية. إذا كانت عبثية، طب عبثية وعمالين يقدموا للحوثيين بقالهم سنتين قبول مبادرة تسوية سياسية، ومستمر الحوثي في أنه هو في هذه الحرب لأنه يريد أن يكون رأس حربة لإيران في اتفاق النووي. فمن هنا تقدري تفهمي لماذا هو رد الفعل الخليجي على هذه الشكل. تمام. طب بعد هذا الرد الفعل اللي بناء على وجهة النظر اللي حضرتك شرحتها مشروع ويستحق، تبدو الحلول بسيطة وسهلة وممكنة بدءا من الاعتذار وانتهاءا بربما استقالة في خدمة الوطن أو للصالح العام، ولكن هذه الحلول وضعت جانبا، من المستفيد من أن تستمر هذه الأزمة في وضع لبنان في أمس الحاجة فيه لأن تكون في داخل القلب الخليجي اللي بيدعمها طول السنين من 91 زي ما حضرتك قلت قبل كده كمان؟ هي القصة ليست اعتذار، لأن القصة هنا لو فهمناها على أنه الموقف الخليجي هو اعتراض على هذه الواقعة فقط يبقى الاعتذار ممكن يحل. لكن لما زي ما حكيتلك القصة انه هذا هو مسلسل تراكمات اوصل كل الاطراف سواء اللبناني انه متشبث بموقفه لانه لا يستطيع الا ان يكون تابعا للنظام الايراني والنظام السوري، واقنع الطرف الخليجي انه لا امل طالما انه رئيس لبنان هو فلان الفلاني والحكومه مشكله بهذه الطريقه وهذه هي سياسه حزب الله. عارفه زي حالات الطلاق اللي هو الزوج والزوجه حتى الوسطاء جميعهم يقتنعوا ان الطلاق واجب، مفيش حل ثاني غير الطلاق. فنحن الان نعيش حاله طلاق مدمر، لان اللي هيدفع ثمنه بالتاكيد هو الشعب اللبناني. طب أستاذ عماد أنا بعتذر يا خيري، كان سؤالي من هو المستفيد من هذه الأزمة؟ بمعنى نحن ندرك أن الخاسر الأول والأكبر هو لبنان، من هو المستفيد الأكبر من استمرار هذه الأزمة وتأزمها بشكل أكبر زي ما احنا شايفين هذا هو الاتجاه؟ أيوة، المستفيد هو اللاعب الإيراني الذي يعتقد أن أنا عشان هدخل المفاوضات النووية وفي النهاية بعد كده هدخل في المفاوضات مع دول الخليج، ان انا اعقد لك الموقف في اليمن واعقد لك الموقف في مع حماس واعقد لك الموقف في العراق والموقف في لبنان، فلما تيجي تتكلم معايا انا عندي كروت واوراق ضغط لاني جعلت حياتك جحيما في هذه الدول واضريت بمصالحك، فعشان تيجي تقعد تتكلم معايا انا طرف قوي عندي عناصر استطيع ان اجعل حياتك صعبه ومعقده وليست تعيش حالة سلام أو استقرار إقليمي في المنطقة. طيب هو سؤال كريمة كان ليه بعد تاني، خليني أنا أخد الفرصة
واقول لحضرتك البعض هيقول ان طب ازاي السعوديه والخليج يتحدثون الان عن مخاوف من ايران والسعوديه تجري مفاوضات وفي مائده بتجمع بينها وبين الايرانيين، الاجتماع الرابع تم، في اشارات طيبه على عوده العلاقات ربما. الجزء الثاني، اذا كنت تؤمن ان ايران هي الخطر الحقيقي على المنطقه ونحن نتفق معها تماما، فلماذا تسمح لها بالوجود الكامل الامن في لبنان وغيابك بالكامل عن هذه المنطقه الحيويه؟ لانه ببساطه شديده جدا في عنصرين. الحوار لا يعني التسويه. مليون حوار بيحصل ما بين اطراف ثم لا ينتهي الى تسويه حينما يقبلها الاطراف، يعني في جلسات حوار بين مصر وبين تركيا، هل ادت لتسويه؟ لا. كل طرف بيستخدم الاوراق اللي عنده عشان يحسن شروط التفاوض الى ان نصل لتسويه، فالحوار السعودي الايراني لم يصل الى تسويه، كل طرف بيحاول يضغط بطريقته علشان لما يجي في المتودة النهائية أو الوثيقة النهائية لهذا التفاوض يكون في أحسن وضع تفاوض. أحيانا ممكن تحس أن التسوية مش مفيدة لك الآن، تأجل سواء الإيراني أو السعودي، لكن بيتكلموا مع بعض، الكلام لا يعني أن في تسوية. بالنسبة لحالة لبنان، لبنان الآن بلد خارب اقتصاديا، مش مفيد أنك أنت تخش تحط لك 3 4 5 مليار علشان تمول مشروع في الاخر القرار فيه سيكون لحكومه فيها السلف المعطل من التيار التابع لحزب الله وسوريا، وانه البرلمان في الاخر هياخد الاغلبيه لصالح نفس هذا التيار. في النهايه انتظر حتى تحدث انتخابات جديده، انتظر حتى الضغوط تضغط على النظام في لبنان وهم يجوا لك يقولوا لك ارجوك طب شوف انت عايز ايه، لكن في نهايه الامر اي دعم دلوقتي او اي حاله اشتباك بالحوار او بالتفاوض او بالعطاء او بالمساعدات في الاخر كانك بتمول عدوك. صحيح. طيب اسمح لنا ننتقل استاذ عماد، وحضرتك معانا يعني خبره وصاحب رؤيه ربما مستشرفه لما سيحدث في السودان من وجهه نظرك، يعني بعد الاحداث الاخيره الى اين سيذهب السودان؟ عشان أجاوبك لازم برضه أقول لك خلفية. نحن نتحدث عن بلد اللاعب الرئيسي فيه هو القوات المسلحة السودانية. خلفية سريعة، الجيش السوداني تأسس 1925 بواسطة البريطانيين، وكانت الفكرة فيه أن يكون جيشا محترفا غير متدخل في السياسة. تاريخ الجيش 58 64 69 النميري ما بعد ذلك حركة سوار الذهب ثم عمر البشير كلها نتيجة ثلاث أسباب. إما أن القوى المدنية زي ما حصل في 58 تذهب وتستدعي دور للجيش، يعني الجيش كانت السودان جيشا احترافيا لا يتدخل في السياسة بعيد تماما عن السياسة، جاء الخلافات بتاعت التيارات المدنية وتحديدا للأنصار وحزب الأمة وطالبوا بأنه في نهاية الأمر لازم أن يكون للجيش في دور، لأن رئيس الحكومة وقتها خليل تعاون مع الجيش لأنه يشعر أن البلد حبيع. ده نمرة واحد. في يأتي دائما الشارع في السودان بالذات في ثورة أكتوبر 64 65 في النهاية هم الذين أسقطوا الحكم العسكري. يأتي الجيش في عدة مرات يخرج الناس إلى الشارع، يقوم الجيش فيها بأدوار يا إما بتكون مع تبدأ بأن هي تكون مع الشارع ثم الجيش نفسه ينقلب على الجيش، بمعنى أن تيار جوه الجيش بيشيل تيار جوه الجيش، فزي ما نميري تحالف من داخل الجيش دي كانت حركة موجودة، زي ما سوار الذهب عمل نفس الحركة ضد النظام النميري دي كانت حركة من الجيش جوه الجيش، زي ما البشير انقلب على الجيش دي كانت حركة، زي ما عبد العوف اللي هو جه وبعدين قعد أربع شهور ثم جاء البرهان فهو انقلاب داخل انقلاب جوه الانقلاب، يعني القوة التي ثارت على
قوة البشير صارت عليها قوة تانية ترتيبها الرابع في الهيراركي بتاع الجيش. المأساة في الحالة السودانية تختلف عن كل أدوار الجيش في المنطقة. إيه هي؟ إنه الجيش ليس قوة متغلبة، والمعارضة ليست مؤسسة مدنية قوية، لأنه الجيش في عهد البشير تم إضعافه من خلال الاستعانة ما يسمى بقوات التدخل السريع اللي هي قوات حماتي، لأنه الرئيس أصبح شعر البشير اللي فيه محاولة انقلابية هتتم عليه، فاستدعى قوات أخرى كأنها ميليشيا خاصة به للدفاع عن أمن النظام، فتم إضعاف الجيش. طب الجيش أضعف، لكن المؤسسات المدنية أيضا أضعفت. فحينما التركة اللي احنا بنشوفها الآن هي نتيجة جيش منقسم على انقسام، ومؤسسات مدنية لم تبنى بعد، وشعب سائر لم تنضج تجربته بعد. فمن هنا ما فيش قوة متغلبة، ولا شارع قادر يغير 100%، ولا جيش قادر يسيطر 100%، ولا قوة مدنية مؤهلة انها تستطيع تعمل ده. ده بيحصل بقى في ايه؟ في الجيش صحيح 170,000 جندي محترف، وعنده 160,000 في الاحتياطي، لكن القوة الفاعلة المؤثرة هي قوات حماتي، اللي هي قوات الانقاذ السريع. فلازم يحسم الثنائية ما بين الجيش وما بين قوات الانقاذ او التدخل السريع. دينا واحد. النقطة الثانية انك انت بتتكلم في بلد فيها انقسامات مذهبية وانقسامات عرقية وقبلية ومناطقية، مش دولة كلها متجانسة مع بعضها البعض. فالوضع اللي موجود في السودان، وانا اسف ان انا اقول كده، يؤهل لفوضى واستمرار صراعات اكثر ما هو يحسم سواء للشارع او للجيش. يعني احنا بنشكرك جدا كاتبنا الكبير استاذ عماد الدين اديب، الكلام معاك بصراحه ممتع، ولديك رؤيه خاصه جدا، نتمنى ان نتواصل دائما ونسمع منك. بنشكر الكاتب الكبير استاذ عماد الدين اديب. من ساعة وصلت للقاهرة الفنانة نيلي كريم، كانت في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي في دورته الـ 32 اللي منحتها جائزة الإبداع. نيلي كريم مقبلة على عام حافل، عام فني، الجواز الأخير وشه حلو عليها يعني. فإلى جانب الإعلان عن مسلسلها الرمضاني أحوال شخصية اللي بيحمل توقيع زميلنا الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، كمان بتدخل نيلي تجربة غير مسبوقة مع المخرج البريطاني كولين تيج في دراما تحمل اسم وعد إبليس، يشاركها فيه النجم عمرو يوسف. خلونا نعرف التفاصيل وأجندة نيلي كريم المزدحمة. مساء الخير يا نيلي. مساء الخير يا استاذ خيري. ازيك يا استاذ كريم؟ ازيكم يا استاذ؟ ازيك؟ اهلا بيك يا استاذه نيلي. طبعا احنا عارفينك مش قدام التلفزيون، وصلتي مصر الحمد لله على السلامه، نورتي مصر، ومبروك جائزه قرطاج. ميرسي ميرسي جدا جدا، والله انا مبسوطه بيها، وانا للاسف ما لحقتش اقول كلمه على المسرح. يعني استلمت الجائزه وانا كان نفسي والله اقول ان انا. طب ليه ما قلتيش كلمه؟ جريتي؟ مش جريت، معرفش، اتلخمت، لقيت محدش بيقول كلمة، فقلت مش عايزة يبقى دمي تقيل. وعندي كان نفسي الصراحة أقول، خصوصا كان سفيرنا موجود، سفير مصر في تونس موجود أستاذ إيهاب، الحقيقة مشكورا يعني، كان واخد باله مننا يعني، من المصريين اللي كانوا موجودين هناك لحد ما سافرت من تونس على مصر. بجد عايز انتهي الفرصة واشكره واشكر السفارة المصرية على اهتمامها بينا. طيب نيلي، عايزة اشكر طبعا المهرجان، ومهرجان قرطاج مهرجان عريق، مهرجان اخر فنان مصري كان اتكرم استاذ عادل امام طبعا. فكان شرف ليا ان انا اكون يعني متكرمة بعد الاستاذ عادل. طبعا طبعا حاجة كبيرة، حاجة كبيرة طبعا، قيمة. والمهرجان كان بقاله سنه كذا سنه ما بيتعملش، فعايزه اقول لمهرجان قرطاج الحمد لله، الحمد لله على السلامه. كورونا بقى حرمتنا من حاجات كتير قوي. طيب وانتي كمان الحمد لله على السلامه. قولي لنا المسلسل الجديد احوال شخصيه اللي كاتبه زميلنا العزيز المبدع ابراهيم عيسى، توقعاتك ايه في الشخصيه بتاعته؟ يعني انت رايحه لفين في القصه؟ هل بتكملي مسلسلات وخط نيلي كريم؟
هو بص، هو مسلسل على اسم، على مسمى احوال شخصيه، هو أي. فعلا احوال شخصيه نكد يعني يا نيلي اجتماعي. بس هو مفيش حاجه اسمها نكد ولا مش نكد، بس انت انت بقالك شويه هربت من وجع القلب ده. بناقش قضايا يعني غير ان طبعا لازم الدراما تبقى ممتعه للجمهور، بس كمان بحب يعني اناقش قضايا اجتماعيه، وان شاء الله يعني هي قضيه ابديت يعني موجوده في مجتمعنا، فانا شايفاها قضيه مهمه. قضيه واحده ولا منفصله؟ قضايا منفصله ان شاء الله. إيه؟ يعني قصة المسلسل متصلة ولا منفصلة؟ لا متصلة. لا متصلة. طيب هو أكيد هيبقى ملغم. إبراهيم عيسى ما بيكتبش كده يعني. أنا شخصيا مستنية بفارغ الصبر. أنا بحب الأستاذ إبراهيم جدا جدا، ويعني ليه كل التقدير والاحترام، فطبعا يعني حظي حلو إن السنة دي الأستاذ إبراهيم هو بنفس وإحنا كمان سعدة بالتعاون ده مع زميلنا العزيز شريكنا في البرنامج. شفناه في أفلام لسه هنشوفه الأول مرة دراما تلفزيونية، وفي رمضان ومع نيلي كريم إن شاء الله نجاح. يعني حظي حلو بصراحة. حظي حلو حقيقي يعني. طيب حقيقي. نيلي كريم، يعني إحنا حكينا حتى من بداية الحلقة بنقول وعد إبليس. أولا تفاصيل وعد إبليس لو ممكن تدينا شوية منها، والمخرج هديكي شوية تفاصيل عن الفترة الأخيرة. أنا يعني بقالي فترة كده بعمل أدوار شر شوية. أيوة. خلصت من الـ 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 الادوار المعقده، يعني عملت الست المنكسره يعني، بس ايه دخلت جانر جديد يمكن مختلف شويه. فعامله شخصيه شريره في وعد ابليس. شريره شخصيه شريره. تجربه جديده بالنسبه لي برضو. ولسه في برضو عملت مسلسل بس حلقات متصله منفصله، واحد مع اياد نصار والتاني مع احمد داوود. دول الست حلقات اللي هتصوريهم؟ لا انا صورت حلقتين، هو كل حلقه منفصله عن الثانيه. انا كان ليا حلقتين. كان ليكي حلقتين. ده على نفس على نتفليكس برضه؟ على المنصه؟ لا هو لا بلاتفورم تاني. ايوه. وبصور دلوقتي مسلسل الجسر مع مخرجنا الجميل ترميني. ده الجواز كان وشه حلو عليك يا نيلي. شكلها كده. شكل الموضوع ظبط المره دي. يعني توقعت ان انا هقعد في البيت، بس انا ايه بشتغل الحمد لله. ربنا يسعدك ودايما موفقه وتمتعي الناس باعمال احلى واحلى. طيب ما شفناكيش على السجاده الحمراء في مهرجان الجونه؟ لا للاسف كنت بصور مسلسل الجسر، يعني ما كانش عندي اجازه. نيلي خليني اسالك عن الجواز اخر سؤال، غيرت رايك في الرجاله؟ والله انا عمري ما انا ما عنديش عقده من الرجاله يعني عموما. بس لا جالك شويه كده كان الجواز بالنسبه لك يعني خلاص ملف ما كانش مغري بالنسبه لك، وربنا وفقك. ربنا وفقك الملف ده، ربنا قال لك لا لسه مش النهايه يعني، لسه في خير. سعيده يعني شايفه ان المره دي المساله مختلفه ولا لسه بنجرب؟ لا الثالثه ثابته بقى. الثالثه ثابته ان شاء الله. باذن الله. دايما نشوفك في سعاده نيلي كريم. شكرا جزيلا لوجودك معانا، والحمد لله على السلامه تاني، ومبروك تاني للجائزه، ونشوفك ان شاء الله في المسلسلات. طيب هنسيبكم دلوقتي مع تقرير مهم قوي، تقرير لاول مره الهيئه العامه للاستعلامات برئاسه زميلنا العزيز الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه ونقيب الصحفيين، بيعمل لقاء دوري هينفذه بعد كده مع مراسلي الاعلام الدولي. كان النهارده جايب السيد الوزير او فريق كامل الوزير في مؤتمر، شهد اسئله في كل الملفات، لا املاءات، كلهم اجانب، مراسلين وكالات عالميه، تلفزيونات وخلافه. ولما سالت الاستاذ ضياء رشوان قال لي احنا هننفذ ده على طول، ما عندنا شفافيه، عايزين نقول للعالم اسئلتكم اطرحوها زي ما انتم عايزين. تعالوا نشوف بماذا اجاب الفريق على أسئلة الصحفيين. السيد كامل الوزير قال إيه في هذا المؤتمر؟ ونطلع فاصل، بعدها هنستقبل زميلنا خالد البرماوي في بورصة الكلام. إحنا لنا تجربة في مصر، تجربة رائدة، تجربة فعلاً
يجب ان يحتذى بها ويحتذى فيها حاليا دلوقتي. بنستخدم الشركات الوطنيه المحليه وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين. يعني احنا النهارده لاول مره بنسمع ان احنا بنعمل مترو انفاق الخط الرابع في بطن القاهره بشركات مصريه وطنيه كامله. احنا خططنا في 10 سنين مشروعات باجمالي 1.6 من 10 تريليون جنيه مصري، يعني تريليون و600 او 669 مليار جنيه مصري. لازم نطور السكك الحديد للحديد اللي موجود الحاليه وننشئ خطوط جديده. طب لما انشئ خطوط جديده اعمل برضه زي السكه القديمه الديزل اللي موجوده دلوقتي؟ طب بنعمل دلوقتي 2000 كيلو متر طولي سكك حديديه كهرباء على 10 اللي عندنا القدام، يبقى 12000 كيلو. زي ما حضراتكم شفتوا في اسكندريه مهندسين بيتنقوا على الفرازه، خدنا 300 مهندس ولسه في السكه 250 كمان بننقيهم بنفس اسلوب المهندسين زمايلهم اللي بيخشوا الكليات العسكريه والكليه الفنيه العسكريه وكليه والكليه الحربيه. خدنا لحد دلوقتي تقريبا 1000 فني دربناهم، اخترناهم نفس الكلام على اعلى معايير، دربناهم في معهد ضباط صف المعلمين، اكسبناهم الخبره، اكسبناهم الاراده، اكسبناهم الانضباط. خططنا ان احنا ننفذ 7000 كيلو متر طرق جديده، انشاء جديد. طب الطرق الحاليه بنطورها نخليها طرق جديده. مفيش بنك دولي ولا مؤسسه دوليه مانحه او متعاونه او مقرضه بتعمل معانا مشروع الا اذا كان ليه كافه دراسات الجوده ودراسات الاثر البيئي. احنا سوق مفتوح بناخد الاكفأ والاحسن والاكثر تقدما وما سيفيدني.